اليوم الكامل علامة، الثلاث مباريات الودية التدريجية علامة تانية. أسمع رأي كابتن عادل طعيمة فيهم، إزاي بتشوف الـ 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 الإضافة؟ يعني ليه مدير فني يفكر في إنه يعمل يوم كامل للاعبين، وخصوصا إنه يعني في بداية موسم فترة إعداد، والثلاث ماتشات الودية إزاي شفتهم، وأهم مكاسب الأهلي منهم، على الرغم إن إحنا يمكن أول ماتشين كان بيغيب عننا عدد كبير من اللاعبين، سواء إصابة أو يعني مش إصابة، لا بيكملوا البرنامج التأهيلي بتاعهم، أو كانوا محترفين أجانب بيلعبوا مع منتخباتهم، أو المصريين طبعا اللي كانوا مع منتخب مصر أول وأولمبي. لا هو الراجل هيعيد التوليفة، يعني اللي كان بيلعب أساسي السنة اللي فاتت واللي قبليها أعتقد هيبقى فيه لا ده أنا جايلك في المراكز لسه، جايلك في المراكز والخطوط، هيبقى فيه تغيير معانا التفاصيل. الحاجة التانية برضو تكملة للكلام، أولا هو ما يعني ما زعش الماتشات، أيوه لا وقفل الملعب في تيتش، قفل الملعب بحيث حتى اللي يجي من بره كان بيجي يقعد يتفرج على التمرين ويصور ويطلع، ونبقى يعني مستباحين اي حاجه احنا بنعملها. وبعدين دايما لما بيبقى في المدرب المدير الفني بيصلح اخطاء اللعيبه، اللعيب بيبقى حساس شويه لما يكون الناس بتتفرج عليه. ايوه لما انا بوجهك اقول لك اعمل كذا وسوي كذا، اللعيب الكبير لو في ناس بتتفرج بتضايق شويه فدايما كان يعني انا عايز اصلح اللعيبه يبقى الجمهور مش موجود، بحيث ان انا اقدر ان انا اشتغل بالشغل الجيد. يعني الحاجه الثانيه برضو انه الراجل عدم اذاعته للمباريات مع اليوم الكامل، ده عباره عن ايه؟ اليوم الكامل ده عباره عن ان انا بدي وصله اجتماعيه قويه جدا للعيبه، بيقعدوا مع بعض اكتر من 16 ساعه. الحاجه الثانيه انا بصلح، ودي احنا طول عمرنا بالنادي بيها اليوم الكامل، ثم التدريبات التخصصيه. انا لما يكون انا عندي اظهره، عندي قلبي دفاع، عندي وسط ملعب، عندي مهاجمين، هل كله بياخد نفس الشغل؟ لا طبعا. اذا انا في التخصصي المدافعين بشعمل لهم شغل خاص بيهم. حتى الشغل البدني في بعض الفرق اللي بره مصر، فرق كبيره يعني، بقت بتجيب تحت المدير الفني مدرب لمجموعه الهجوم ومدرب الله يفتح عليك لمجموعه الدفاع، يعني لعيب بس هو او مدرب شغلته انه يشتغل مع المهاجمين او يشتغل مع المدافعين، زي ما في كده مدرب لحراس المرمى يعني زي ما بيبقى في مدرب لحراس المرمى. ليفربول عاملين مدرب علشان يعمل الاوت، بيعمل انواع من الخطط للاوت، تكتيك للاوت، لرمية التماس. فشوف وصلوا لدرجه ايه. فانت الراجل اليوم التخصصي ده اليوم الكامل والشغل التخصصي، هتبص تلاقي اللعيبه معظمها هيتطور ادائهم مستواهم، لان في الفترات اللي فاتت ثلاث سنين انت ما بتتمرنش اصلا. كنت معاك من فتره انت عشان موسيماني يخلي الراجل يعمل اوفرات، ولا يخلي الراجل يشوط على الجول، ولا عشان يعمل جمل معينه، ما عندوش وقت. بيلعب النهارده، ثاني يوم تدريب خفيف، ثالث يوم بيسافر، هنا رايح كاس عالم انديه، هنا منتخب، هنا رايح افريقيا، رايح الهلال، رايح المريخ، رايح الجونه، يعني ما فيش وقت. الفتره دي الحقيقه مجلس الاداره خد قرار عبقري، على الرغم من يعني كان عندنا امل في الدوري، لكن كنت هتفقد الاثنين، لان كانت الموجه عاليه. ايوه الموجه عاليه جدا من لجنه الحكام والبعض طبعا. يعني فقال لك لا، يعني الموجه عاليه قوي كده، طب انا مش هخسر الاثنين، انا هلعب بالاشبال والناس العائدين من الاصابه. أيوه. بس في نفس الوقت انا اللعيبه دي لازم هديها راحه، بحيث ان هم كانهم صفقات جديده داخل الفريق. الثلاث مباريات هو طبعا عاملهم بالتدرب بالتدريج. هتبص تلاقي مثلا الناس اللي ما كانتش بتلعب في الفترات اللي فاتت، في السنين اللي فاتت، ممكن جدا هتلاقيهم بيعتمد عليهم اعتماد كامل في الفتره اللي جايه. ليه؟ لانه احنا من وجهه نظرنا الفنيه كان في ناس قاعده على الدكه كان ممكن جدا تستعين بيها، لانهم اصلا جايين لك، او كان طالعين من قطاع الناشئين، او عندهم ميزات في غاية الروعة وفي غاية، يعني واحد زي محمد محمود أنا لما أقارنه بين بوبو اللي جاينا عايز أخده من فيوتشر، أنا كراجل فني يعني أنا بشوف محمد محمود أعلى من بوبو. والله يا أخ أنا بقسم بالله. هو يعني كل اللي بيتقال عن محمد محمود يا كابتن عادل إنه واحد من أفضل اللعيبة الموجودة في مصر، يعني محدش اختلف على قيمة ولا على إمكانيات محمد محمود. انا براهن عليه الراجل ده، اولا الجانب القدرات الفنيه العاليه،
بيسدد برجلين الاثنين مقاتل. الروح وحب النادي الاهلي اللي جواه حاجه. ده نزل مره في 5 دقائق عمل لنا بنالتي. بنالتي جه ازاي؟ الراجل بيشوط وده راح حط دماغه. شوف الراجل ده بينزل 10 دقائق اللي بالنتيجه. الراجل برضو مصمم. حتى الراجل اللي ماشي ده ريكاردو يعني برضو يديله 5 دقائق في 10 دقائق. فانا بقيت مستغرب يعني الولد ده يتفوق على ناس كتير جدا. بس ده مش ممكن يترجم. انا بحب محمد على فكره. أي. يعني بشوف انا بحب اللعيبه اللي عندها كوره. يعني اللعيب اللي عنده كوره دايما ببقى متعاطف معاه حتى لو مش في مستواه او لو بيتعرض لظلم او يبقى في بعض الاوقات في بعض المديرين الفنيين بيبقوا قاسيين شويه عليهم. لكن انا دايما ببقى بتعاطف مع لعيب الكوره اللي بيمتعني اللي بحس انه في الملعب في حاجه مختلفه كده. لكن مش لما يبقى اكتر من مدير فني يجوا من مدارس مختلفه ما يعتمدوش او ما يدوش الفرصه لمحمد يبقى برضه هو عنده حاجه محتاج يشتغل عليها كابتن عادل. لا هو المشكله عنده كان في اصابه. وبعدين جاله اصابتين اعتقد في يمين وشمال. جات له اصابتين وبعد خلاص كان قرب وبعدين نزل اصيب تاني. الحاجه الثانيه في بعض المديرين الفنيين خاصه اللي بيمسك النادي الاهلي يقول لك انا يعني انا هجازف ليه؟ انا هدي الواحد لسه ما بيلعبش وديله ممكن جدا يعني ما يدينيش المردود اللي انا عايزه. طب انا العب اللي هو بيلعب على اساس ان انا ما اجازفش. ايوه مهنه التدريب لازم يبقى فيها نوع من المخاطره المحسوبه. يبقى انا عارف ان انا لما هنزل محمد محمود في الشوط الثاني انا عارف ان هو هيديني مش اقل من 7 من 10. تمام. يبقى عندي الشجاعه دي ولما النتيجه تبقى 2-3 اروح دافع بيه اذا انا مقتنع بيه. فالمديرين الفنيين ما فيش غير ما اظن كان موسيماني وريكاردو الاثنين بس. فريكاردو طبعا جه في وقت كان صعب جدا. وموسيماني لما جه برده كان الفريق عمل انجازات وبطولات. برضه في فتره كان بيبقى حريص قوي ان هو يعمل عمليات تغيير لدرجه انه في لعيبه اجهدت جدا وده العيب اللي انا قلته العيب الوحيد في موسيماني. موسيماني انا بعتبره من احسن مدربين اللي جم في الفتره الاخيره. امال ايه؟ طبعا جوزيه وموسيماني. فالراجل ده كان مدرب عبقري جدا. لكن العيب الخطير اللي كان عنده كان مصمم على بعض اللاعبين. مفيش تدوير. مفيش تدوير. ومصمم على اللعيبه ما كانتش بتدي في فترات نتيجه جهد نتيجه الله اعلم ايه اللي جواه. يا اما ثقه زياده يا اما عارف ان هو ما فيش بديل ليه. كل الامور ديت. طيب اخد رايك في صفقات الاهلي الجديده وشايف مين ممكن يمثل اضافه ومين محتاجين نصبر عليه شويه ومين ممكن يبقى حاجه للمستقبل. وطبعا شادي برضو زي حسام حسن كده من المقاتلين من المشجعين الدرجه الثالثه. شادي زي حسام حسن الكبير ولا حسام حسن اللي موجود دلوقتي؟ لا حسام حسن بتاعنا. حسام حسن الكبير. ما بقول شادي زي حسام حسن زميله يعني. نفس القدرات ونفس القلب والاثنين من انصاف الفرص بيجيبوا اهداف. فطبعا اضافه كبيره جدا الى جانب ان هو بيلعب في اكثر من مركز. بيلعب في الدائر بيلعب في ال 18 جوه ال 18 بيلعب كراس حربه. لو الثلاثه فات مين يعجب عادل او مين يراهن عليه عادل طيما اكثر؟ على يعني لو حسام وشريف وشادي الثلاثه فت والثلاثه واصلين لتوب فورم مين بالنسبه لك مهاجم انسب لطريقه ولعب النادي الاهلي؟ الثلاثه لان كل مباراه بتختلف عن الاخرى. وبالتالي هتلاقي شادي في ماتشات معينه. وبعدين شادي برضو في ميزه انه بيلعب طرف كمان طرف شمال وبيجيد فيها جدا وبيجيب اهداف مؤثره جدا لما بيلعب على الطرف الشمال. الى جانب انه بيأدي دور دفاعي ودور هجومي. الاطراف مش ناقصه يا كابتن عادل. ده الاطراف عندنا السنه دي فيها فيها منافسه يعني فعلا. يعني يمكن يكون اكتر خط الحقيقه فيه ضرب نار يعني. علشان كده كنت اتمنى يبقى فيه قلب دفاع. كنت تتمنى يبقى فيه قلب دفاع. قلب دفاعي لان احنا مشكلتنا الموسم اللي فات لما في 2-3 بيتعوروا ولا حاجه. المكان ده عنق زجاج خطري جدا. فلابد يبقى عندك من الكثافه وعندنا عايزين حد يعني يكون الكرات العاليه زي بدر بارون كده بالنسبه للطول والبداية الهجمه. كنت بتمنى يبقى في قلب دفاع واعتقد في يناير هيبقى فيه ان شاء الله. مين من مصر ولا من بره؟ يعني شايف انه في حد في مصر ممكن يلعب الدور اللي بيقول عليه كابتن عادل ده؟ والله في مصر يعني ممكن بس هيبقى في الممتاز به. في الممتاز به؟ في الممتاز به ممكن تلاقي. بس عايز تدويره وانا برضو يعني ان شاء الله نعطر. طيب انا عايز اشوف عندك من وجهه نظرك هل في مراكز محسومه
لأسماء بعينها، والمنافسة هتبقى في جميع المراكز على شدها مع بداية الموسم. هتسمح لنا نروح لفاصل أخير ونرجع نكمل كلامنا مع نجمنا وضيفنا الكابتن الكبير عادل طيب.